أهلا بكم. تكرست بعد العام 2003 مفاهيم جديدة في الحياة السياسية في العراق، منها التقسيم العرقي والطائفي للمجتمع العراقي، إذ أصبحت المحاصصة الطائفية والعرقية نهجا سياسيا ثابتا في حكم وإدارة العراق الجديد. ومع هذه المحاصصة السياسية تكرست أيضا الطائفية السياسية التي ما زالت محاولات تحويلها إلى طائفية مجتمعية مستمرة حتى الآن. الطائفية السياسية في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف كرس الاحتلال الأمريكي ومشروعه السياسي الطائفية السياسية في العراق الجديد؟ وكيف ساهمت الطائفية السياسية في تثبيت مشروع الغزو السياسي وتحقيق أهدافه في تدمير العراق؟ ولماذا حاولت وما زالت تحاول قوى العملية السياسية تحويل الطائفية السياسية إلى طائفية مجتمعية؟ وكيف تشتم قوى العملية السياسية كافة الطائفية السياسية في وقت تتشبث بها ومنذ 15 عاما؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، مازن التميمي. 9 نيسان عام 2003 تاريخ لن ينسى، فما زال العراقيون يعيشون توابعه وتأثيراته السلبية حتى اللحظة الراهنة، حيث تكرست بعد هذا التاريخ مفاهيم جديدة في العراق، منها التقسيم العرقي والطائفي للمجتمع العراقي. بلغت الفتنة الطائفية ذروتها في السنين اللاحقة متخذة أشكالاً شتى، كان نتيجتها تدمير العراق دولة وقيماً وحضارة، فضلاً عن إزهاق أرواح آلاف الناس دون ذنب وتشريد الملايين من مدنهم، فضلاً عن مشاريع تقسيم العراق إلى كيانات عرقية وطائفية هزيلة. أنتجت الطائفية السياسية في العراق الجديد طبقة سياسية فاشلة وفاسدة، وظفت الغرائز الطائفية ضد خصومها أو شركائها السياسيين من الطوائف الأخرى، فأدت إلى صراعات دامية ما زالت مستمرة، وإيقاف عملية التنمية والرجوع إلى الوراء عشرات السنين، وتفشي ظاهرة الفساد وانتشار البطالة لاسيما بين الشباب، إلى جانب تعاطي المخدرات وتراجع التعليم بأنواعه وانهيار الأمن ومنظومات القيم والأخلاق وتفتيت النسيج الاجتماعي وهجرة الملايين لاسيما الكفاءات العراقية وأساتذة الجامعات، وفسح المجال واسعاً أمام التدخلات الخارجية. لم تتوقف محاولات الطبقة السياسية منذ عام 2003 لتحويل الطائفية السياسية إلى طائفية مجتمعية في العراق لتحقيق مزيد من الهيمنة والنفوذ للأحزاب والميليشيات الطائفية الممسكة بخناق العراق منذ 15 سنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الطائفية السياسية في العراق. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا من لندن عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مازن التميمي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. مرحبا دكتور. الطائفية السياسية المحاصصة مفاهيم برزت في مرحلة ما بعد عام 2003، مرحلة الغزو الأمريكي للعراق. الطائفية السياسية محل البحث في هذه الحلقة، مفهوم فعلا مرتبط بهذه الحقبة أم أن له جذور أيضا قديمة؟ يعني غير معقول أنه برز فجأة يعني من اللا شيء إلى الحياة السياسية في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، ربما عندما نضع تعريف للطائفية السياسية سنضع هذا التعريف وبعد ذلك نقيس عليه، هل كان موجودا في الحياة السياسية العراقية أم كان غير موجود؟ هل كانت أحزاب هناك بهذه الصفة أو تجمعات بهذه الصفة أم غير موجودة؟ نعم. عندما نعرف إنه الطائفية السياسية هي توظيف الدين من منطلق طائفي لأغراض سياسية، الدين لا علاقة له بها أبدا، لا علاقة له بها، بالتالي أنت تعود بهذا التعريف تعود إلى ما بعد عام 2003. نعم. أو حتى من تأسيس الأحزاب العراقية، قيام الأحزاب العراقية والقوى السياسية العراقية، من تشكيل الدولة العراقية وصولاً إلى عام 2003، كل الأحزاب التي شكلت، كل القوى السياسية التي عملت على الساحة
السياسية ومارست دورها في الحياة السياسية العراقية لم تعرف هذا الموضوع، لم تمارسه، لم تضعه كإطار لعملها وتعمل داخله أبداً. هذا قبل 2003. نعم. بعد 2003 هذا الذي حصل، جاءت قوى مع الاحتلال، قوى وهم يقولون هذا، وجاء ربما حتى على لسان يعني نائب رئيس الوزراء عندما قال إنه نحن عندما جئنا إلى العراق عن التيار الصدري، نعم، قال عندما جئنا إلى العراق، نعم، بهاء العرجي، قال عندما جئنا العراق كنا قيادات بلا جمهور، نعم، بلا رصيد، فاستغلينا الطائفين لتأسيس مشروع سياسي، نعم، وهكذا. فبالتالي بعد عام 2003 عندما يعني تقرأ من بداية كتاب، عندما تعود إلى كتاب بريمر عام قضيته في العراق، ستجد أن التركيز كله كان مبنيا على هذه القضية، يخلقون طائفة سياسية واستغلال هذه الطائفية السياسية لغرض حكم البلاد وإنشاء حكومات المراد منها أن تكون حكومات خائبة، حكومات فاسدة، فاشلة، مخربة للبلاد، ترعى المشروع، مشروع الاحتلالي. عندما تنظر إلى من بداية الكتاب اللي يتحدث به بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق هذا السيء الصيت، تجده يتحدث عن مكونات، تجده يتحدث عن نسب طائفية، يتحدث عن 60% ويسميهم الأكثرية من الشيعة، يتحدث عن 20% من الأكراد، ويتحدث عن نسبة 19% من العرب السنة، هو يخلط بين القومي والدين الطائفي بهذه الطريقة. وبالتالي عندما يسأل في العام الماضي يمكن في ذكرى الاحتلال، سئل من أين أتيت بهذه النسب، قال لا أدري، هم قالوا لي. من البداية إذن هناك تصميم على أن شكل نظام الحكم مبني على الطائفية السياسية، قوى من نوع معين، من توجه معين، قوى سنية، قوى شيعية، قوى كردية بهذا الشكل. وكل الأحزاب التي مارست هذا الدور ودخلت العملية السياسية كانت أحزاب من نوع واحد، من إطار واحد، تتحدث بلغة واحدة. يعني حتى أذكر في مرة أحد المسؤولين في هذه الأحزاب سئل، يعني قالوا كان خبرا لنعين وزيرا من الطائفة الفلانية، وبالنص قال يعني قالوا لنعين وزير رئيس وزراء سني، قال نعود إلى نعين وزيرا، يعني ليش هذا فعلناه كله وبالتالي تأتون لنا برئيس وزراء سني؟ لا نريد، نريد رئيس وزراء شيعي. والهتافات التي كانت تصدر بهذا الشكل، لكن هذه ليست مجتمعية، كانت تصدر من أحزاب ومن قوى مشتركة بالعملية السياسية. سنتحدث عن هذه الطائفية، نعم، السياسية، هل تحولت إلى طائفية مجتمعية أم بقي المجتمع مبرأ من هذه الطائفية السياسية؟ دكتور عبد الحميد العاني، هذه الطبقة السياسية يعني هل فعلا كانت بحاجة إلى هذه الطائفية السياسية؟ كانت تستثمر في الطائفة السياسية ضرورة لهذا المشروع، ضرورة لاستمرارها وإمساكها بخناق البلد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المشاهدين وللأساتذة الضيوف بداية. معروف أن الشعوب الحية تكون ذات الفطرة السليمة، تكون مجبولة على رفض العدوان ومقاومته ومقاومة الاحتلال، ولذا يحتاج الاحتلال لتنفيذ مشروعه إلى غطاء، إلى أدوات. كانت الطائفية أفضل وسيلة يستخدمها لتنفيذ هذا المشروع لخداع الشعب حتى لا يلتف هذا الشعب حول قضية مقاومة هذا الاحتلال. هنا التقت مصلحة الاحتلال وهذه الاستخدام لهذه الأداة الطائفية، وكذا هذه الأحزاب التي كما قال قبل قليل الدكتور ليس لها جذور شعبية. هنالك في العراق، العراق معروف أنه متنوع، تنوع عرقي، تنوع طائفي، أديان، لكن كان بين هذه الأطياف في المجتمع العراقي كان هنالك تعايشا لسنوات وعقود بل قرون طويلة بين هذه الشعب. لذا هذه الأحزاب التي جاءت في ظل هذا الاحتلال كان لابد لها أن تستخدم خطابا جديدا لإثبات نفسها أو لغرز نفسها في هذا المشروع، وهنا جاءت التقاء المصالح، فهي من جهة خدمت هذا المشروع
وفي ذات الوقت أيضا خدمها المشروع ببقائها في هذا المشروع الاحتلالي. لذا جعلت من هذا الخطاب لخداع جزء من الناس وأيضا في نفس الوقت لصناعة ردة فعل عند الآخرين. لذا هنا رأينا أن العديد من هذه الأحزاب أو التيارات أو الشخصيات حينما شاركت بهذا المشروع قسم منها كانت عن سابق يعني قبل الاحتلال باتفاق مع الاحتلال، والقسم الآخر دخلت بهدف ردة الفعل أو نتيجة ردة فعل، وكانت شعارهم معروف أنه حتى لا نترك الساحة فارغة. هنا التقت هذه المصالح والتقت هذه المفاهيم لدى هؤلاء جميعا من منطلق واحد، منطلق طائفي ضيق بعيدا عن المنطلق الوطني. وهنا رأينا أنه هذا الخطاب وهذا السلوك الطائفي لدى هؤلاء جميعا قد كان أفضل وسيلة، بل ربما هي الوسيلة الوحيدة أو الأساسية لتثبيت مشروع الاحتلال، لأنه حتى لا يقاوم الشعب. الشعب حينما يكون أمامه هدف واحد، رؤية واحدة أن هذا عدوان هذا احتلال، فبالتأكيد سيجتمع الشعب على رفضه ومقاومته. لكن لما انشق هنا، وجه الشعب أو خدع قسم كثير من الشعب بأنه القضية قضية خدمة طائفة في مقابل طائفة أخرى تريد أن تهدده، رأينا أنه كيف تمكن الاحتلال ودخل من خلال هذه الثغرة الكبيرة. نعم أستاذ مازن التميمي، يعني هناك من لا ينكر أن في العراق الآن طائفية سياسية تأسست بعد العام 2003 موجودة، تغولت تضخمت بشكل مخيف، لكن يقول أنه هذه الطائفية السياسية كانت نتيجة عرضية لتحديات كثيرة واجهت التحول السياسي في العراق بعد عام 2003 وتراكمات المرحلة السابقة وأيضا عوامل أخرى، هي نتيجة عرضية لم يكن مخطط لها، لم تكن مقصودة، والدليل أن قوى العملية السياسية جميعا تشتم الطائفية السياسية وتحذر منها وتتعهد في كل مرة بنبذها وإبعادها عن المجتمع وهوية العراق المجتمعية، هوية المجتمع. صحيح هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. لا هذا الكلام أنا أختلف وياه جملة وتفصيلا وكلام غير دقيق. العملية السياسية التي ولدت من رحم المحتل تشكلت أساسا وفق التقطيع الطائفي لتنتج محاصصة طائفية، الهدف منها واضح هو تفتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي، ولذلك كان يعني الهدف أيضا هو سلب العراق عروبته حتى تتقدم الهوية الطائفية على الهوية الوطنية. وبدليل لكلامي أنه عندما أسس أول مجلس حكم حتى الأحزاب أو الحزب العلماني ما يسمى بالحزب الشيوعي أعطي مقعد ليس على أساس أنه شيوعي أو حزب علماني، أعطي على أساس أنه شيعي. فإذا مسألة التركيبة هي ممنهجة واستراتيج متفق عليه ما قبل الاحتلال، وهذه الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال الأحزاب الدينية هي أحزاب بامتياز، ولذلك إيران عرف كانت هي الرافعة الأساسية لهذا المخطط الطائفي، لأن هم إيران بالدرجة الأساسية يتقسم ويتفتت العراق وأن تذوب الهوية الوطنية. فبالتالي هو مخطط مرسوم وممنهج وبتوافق أمريكي إيراني شكلت العملية، ولا يزال المشهد السياسي يتعامل وفق المحاصصة الطائفية عبر كل حكومات الاحتلال التي جاءت بعد 2003. ولذلك تجد أنه لن يتحدث أي حزب في يوم ما بالحالة الوطنية، حتى عندما تسمع متحدثيهم الأخوة السنة الأخوة الشيعة الأخوة الأكراد، أي الهوية الوطنية غير موجودة، ولذلك تراهم يتحدثون بالهوية الطائفية. فلذلك أنا أعتقد أنه لا تزال العملية السياسية هي عملية مبنية على المحافظة والطائفية، ولن تدافع رموز العملية السياسية على الطائفية. ولذلك حتى الشعارات التي استخدمت اللي دغدغت عواطف فريق ما أو لون ما هي لتسييس الدين مثل ما تفضل أحد الضيوف، وليس والدين براء منها، بدليل أنه يعني نذكر المالكي عندما كان يحاول أن يلبس الإرهاب إلى السنة على أنهم أحفاد يزيد ويتحدى أو هيهات الذلة،
وكأنه يريد أن يقول نحن جئنا لننصر المظلومين في الوقت الذي هو جاء على الدبابة الأمريكية وكرس الطائفية وخدم المشروع الأمريكي الصهيوني الفارسي. نعم. فبالتالي هذا الكلام الذي تفضلت به لا ينطبق مع هذا التوصيف اللي تحدثت به أنا قبل قليل. ولذلك أعتقد أنه الطائفية السياسية موجودة لكن على مستوى المجتمع نعم لم تكن موجودة بدليل أنه سنتحدث إذا سمحت سنتحدث عن تحويلها محاولات تحويلها إلى طائفية مجتمعية. هذه الطائفية السياسية التي كان لها أذان صاغية كان لها سوق في السنين الأولى للغزو هناك أيضا من بين المجتمع من يتفاعل معها، هل تعتقد أنه بعد هذه ال 15 سنة وهذا الحصاد المر وهذا الانحطاط العام هل تعتقد أنه هذه الطائفية السياسية لها مصغين من المجتمع يشترون هذه البضاعة الآن؟ لا أنا الحقيقة أعتقد أنه رغم أنه حاول يعني إيران مع الأحزاب المالية إلى رأس تلبس العملية السياسية للوتاح الطائفي الميليشياوي لكنه لاحظنا أنه الشعب العراقي كان واعي وعارف حقيقة المشهد وبدليل التظاهرات التي انطلقت في الجنوب والفرات الأوسط وفي الأنبار وفي محافظات القطر كيف كانت تتعامل مع الحالة الطائفية وكيف كانت ترفض الحالة الطائفية وكيف كانت تحرص صور رموز العملية السياسية ورموز إيران وتحمل إيران المسؤولية على ما جرى. فبالتالي على إذا كان هناك من يصغى للطائفية فحصتهم قليلة جدا وهذه الحصة هي حصة الرموز العملية السياسية المستفيدين من العملية السياسية المستفيدين من إيران ومن الاحتلال. أما الشعب العراقي في تقديري رافض لهذه الطائفية ورافض للطائفية السياسية أيضا ورافض للعملية السياسية وأصبحت العملية بحد ذاتها عبء على الشارع العراقي وعلى الشعب العراقي بكل مكوناته لأنه هؤلاء ظلموا يعني امتازوا بصفة تختلف عن البقية أنه كانوا عادلين بالظلم ظلموا كل فئات الشعب العراقي لم يتركوا فئة يعني حتى المسيحيين استهدفوا بالعراق مو لأنهم مسيحيين لا لأنهم عراق عرب لأنهم عرب أقحاح فلذلك لا يريدون للحالة الوطنية سواء كانت هذا اللون أو ذاك اللون أن تبقى وتستمر ولذلك استهدفوا كل الشعب العراقي بكل مكوناته بكل قومياته فلذلك هم ليس لديهم حصة من هذا الشعب إلا القليل وثبتت الانتخابات عندما قاطع شعب العراق بنسبة 90% لهذه العملية السياسية ولرموزها ولمن جاء بهم الاحتلال. نعم دكتور رافع حتى الطبقة السياسية تحمل الطائفية السياسية مسؤولية أو مسؤولية كبيرة مما حدث في العراق بعد عام 2003 في الفشل الكبير في الانحطاط العام على كل المستويات مدنية وعسكرية اقتصادية مالية سياسية خدمية. ما هي حصة فعلا الطائفة الطائفية السياسية في إيصال العراق إلى هذا المستوى المنحط في كل شيء في الفساد والطائفية وفقدان الأمن؟ هل كان لها دور فعلا في جر العراق أو إيصال إلى هذه النقطة؟ وفعلا أستاذ ماجد عندما يتحدثون إن كانوا قد تحدثوا بهذا الموضوع فهو حديث فيه تضليل وكذب وخداع هو واقعي بالحقيقة هم يوصفون واقع لكن هم يريدون أن يتجاوزوا ويقفزوا على هذا الواقع أو يدفعوا التهمة عن أنفسهم عندما يتحدثون أن الطائفة السياسية قد أتت على العراق بكل ما هو سيء هذا واقع كل طائفة سياسية أنتجت حكومات وأنتجت دوائر ومؤسسات فاسدة وضعت كل الناس الأميين الجهلة عديمي الخبرة لأسباب طائفية لأسباب مكون معين سياسي معين له نسبة في هذه المناصب وضع فيه بغض النظر عن تحصيله بغض النظر عن كفاءته عن قدراته عن قابليته للخدمة لتقديم الخدمة هذه كلها لا تهم هذه كل المعايير غير موجودة فبالتالي وجدنا حكومات فاشلة وهو المطلوب أن تكون هناك حكومات وإدارة لما يسمى في الدولة لأن الدولة العراقية الآن غائبة لما يسمى بالدولة العراقية إدارة فاشلة جدا توصل العراق إلى ما وصل إليه هذه من ناحية الناحية الأخرى أنه هذه الأحزاب عندما تدعي أنها تشتم الطائفية السياسية لأنها أوصلت العراق من الأجدر بها أن تقول لنا يعني أن تتحدث عن إمكانية لتغيير هذا الموضوع سمعنا هذا الكلام
البعض مثلا سائرون كانوا يتكلمون قبل الانتخابات عن انه نحن نريد، هذه القائمة تسمى سائرون للتيار الصدري، نعم. كانوا يتكلمون عن نحن نريد يعني حكومة قادمة أو نظام قادم عابر للطائفية، ليس له علاقة بالطائفية، حكومة نخرج تكنقراط ومن المستقلين. الكل تحدثوا دكتور بهذا الخطاب، الكل، لكن هم أصروا على هذا الموضوع وقالوا نحن باعتبارهم الذين حققوا بهذه الانتخابات البائسة أعلى نسبة من نعم. وهم الكتلة الأكبر نعم. مثل ما سمين. لكن عندما جاءت التحالفات، يعني فقط أعطي هذا المثال، عندما جاءت التحالفات، عندما تحالف هادي العامري فتح مع جماعة رئيس الوزراء العبادي، انتقدوا بالشدة وقالوا لا نريد أن نعود إلى الطائفية وهذه طائفية سياسية ولا نريدها. لكن مجرد أن يعني عدم تحقيق هذا التحالف، عادوا وتحالفوا مع الفتح اللي هو أساساً هم انتقدوه نعم. لكي يشكلوا هذه الحكومة، فبالتالي هم لا يتكون إلا على الطائفية السياسية. أما شعارات العبور على الطائفية، تمزيق الطائفية لأنها هي الأساس بالخراب، هذه كذبة كبيرة. المشروع مشروع خراب وليس مشروع بناء، مشروع تهديم، والكل أمناء على المحافظة عليه بالطريقة التي تخدم مشروع الاحتلال اللي جاء عام 2003، ولا مجال إلا بالطائفية السياسية التي ترعاها. دعني أقول يعني هنا ربما قضية مهمة جدا، أنه إيران من ترعى هذه الطائفية السياسية، من حقق هذا التحالف بين سائرون والفتح هي إيران، هي التي حددت هذه التحالفات لكي تشكل هذه الحكومة، هي التي أجبرت، وقاسم سليماني جاء لكي يوحد هذه. إذن الطائفية السياسية هي هدف من أهداف إيران الرئيسية، وهي هدف من أهداف أمريكا الرئيسية، لأن فيها خراب العراق، لأن فيها دمار، وهذا ما نتحدث عنه دائما بالتخادم، تخادم بالأهداف، الأهداف واحدة يتخادمون فيما بينهم. وهذه نقطة مهمة دكتور أسامة. هو هذا. نعم. نتوقف عند هذا الفاصل، نعود فنسأل دكتور عبد الحميد أيضا الطائفية السياسية كيف ساهمت في تثبيت مشروع الاحتلال وتحقيق أهدافه، ولذلك الاحتلال كان حريص على هذه الطائفية السياسية، وتطرق لها النقطة دكتور رافع في كتاب بريمر. إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة من طاولة حوار عن الطائفية السياسية في العراق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي نبحث فيها الطائفية السياسية في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، ومعنا من لندن الكاتب والباحث السياسي مازن التميمي. دكتور عبد الحميد العاني، بلا شك أن الغزو الأمريكي هو من أسس الطائفية السياسية في الحياة السياسية الجديدة في العراق الجديد، ثبتها، عليها بنى العملية السياسية، وطبعا مقابل أو نظيرة مردود. هناك من يتحدث أنه هذا المردود كانت عملية تثبيت هذا المشروع، ترسيخ هذا المشروع وتجديره وتحقيق أهدافه اللاحقة التي تجلت خلال 15 سنة، تجلت في هذا التدمير أو الخراب أو الانحطاط العام في العراق. فعلا الصورة هكذا، الطائفية السياسية كان لها فضل كبير على مشروع الغزو السياسي؟ بالتأكيد من عدة جوانب. أولا نحن ذكرنا ربما أكثر من مرة أن من أهم أهداف المشروع الأمريكي في العراق تحديدا هو كما قال بناء عراق جديد، ومعنى ذلك كما هو واضح هو تدمير العراق وإدامة الصراع وإشغال أهله بهذه المشاكل المفتعلة.
طيلة السنوات ال15 الماضية استمر هذا الأمر، وهذه المشاكل التي حدثت في العراق هي أثر من آثار هذا الأمر وإشغال الشعب العراقي بهذه الخلافات وهذه الصراعات وهذا النزول أحيانا ربما يعني التخندق، ليس كل الشعب طبعا لكن قسم كبير من الشعب العراقي للأسف انخدع بهذا الخطاب وسار وراء هذه الأحزاب بسبب أو بآخر، منها أسباب سياسية ومنها أسباب دينية ومنها الخطاب اللي لبعض الرموز الدينية والسياسية وحتى للأسف العشري. هؤلاء جميعا حينما انشغلوا وتماهوا مع هذا المشروع الأمريكي يعني مشروع الطائفي والخطاب الطائفي، فأول قضية هنا رأينا أن الشعب العراقي قد انشغل عن مشروعه الأساسي القضية الوطنية، بناء العراق، بناء الوطن وما يحتاجه المواطن العراقي، فأصبح الشاغل لهؤلاء مع الأسف أنه تحقيق هذه الأهداف الضيقة جدا تحت إطار أو تحت لافتة عفوا الهوية الطائفية التي تكون على حساب الهوية الوطنية. هنا ما هي كانت الآثار، ما هي كانت النتائج؟ كل الشعب العراقي رغم أنه ربما مدن، بعض المدن هي التي تدمرت أكثر من غيرها، لكن بالمحصلة النهائية الشعب العراقي كله قد خسر، لأنه سمعة العراق مستويات حتى إذا انتقلنا ليس فقط على قضية السمعة والقضية السياسية ومكانة العراق، حتى قضية الخدمات التي الآن يتظاهر عليها أو من أجلها أبناء الشعب العراقي، هذه كلها بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء السياسيين قد تفردوا وأشغلوا الشعب العراقي بهذه القضايا الجزئية عن الهموم الوطنية الكبرى، فأصبحت هنالك بيئة أو بيئة آمنة وخصبة لهؤلاء الفاسدين لممارسة هذا الفساد وسرقة أموال الشعب العراقي. لذا رأينا أن الطائفية هنا كانت هي ربما الستار لتنفيذ هذه المشاريع. من هنا نقول إلى ليس أمد. فقط طبعا ليس الستار إلى أمد الآن هذا الستار هذه الأرض لابد أن يكون هنالك تغيير، لكن هنا يجب أن أقول قضية، هذه الطائفية السياسية ليس مسؤول عنها فقط الأحزاب، نحن ربما قد يفهم من كلامنا التركيز على من مارسها من الأحزاب أحزاب السلطة ومن دخل في العملية السياسية من الباب أو من الشباك، لكن حقيقة كل من سار وساند هذه الأحزاب هذه العملية من قريب أو بعيد بفتوى دينية أو بفتوى عشائرية أو بممارسة حتى مجتمعية وربما انتمى وساند يتحمل جزء من المسؤولية، كل يتحملون المسؤولية نتيجة ما وصلنا إليه الآن. نعم أستاذ مازن التميمي، في لندن الطبقة السياسية القوى السياسية استثمرت كثيرا في قضية الطائفية السياسية وكانت هي الحيز الذي تتحرك فيه، ودكتور رافع ضرب مثلا بتصريح بهاء العرجي أنه الجماعة جماعة عندهم أي مشروع سياسي إلا أن يستثمرون بالطائفية. هذه الطبقة السياسية هل نجحت في تحويل طائفيتها السياسية إلى طائفية مجتمعية؟ هل نجحت ولو بنسبة معينة؟ لا، هو هي بالعكس، هي فشلت بفشل ذريع، بدليل أنا ذكرت أنه من يدعي أنه يمثل الشيعة بالعراق ماذا قدم للشيعة في العراق؟ وهذا هؤلاء الشيعة في الجنوب لاحظنا كيف تظاهراتهم وشعاراتهم، والذي يدعي أنه يمثل السنة في العراق ماذا فعل لأهله في الأنبار وفياله وفي صلاح الدين؟ مجرد أنه يستخدمون هذه وسيلة للحقيقة للاحتماء بالمذهب من خلال تسييس المذهب لأغراض تخدم مشاريع دول، يعني أنت تدري أنه إيران لن تتخلى عن المشروع الطائفي، لأنه إذا انتهت الحالة الطائفية بالعراق معناته العملية السياسية على من تتغذى؟ على من؟ على ماذا تتقدم؟ على ماذا؟ لذلك تحاول هذه الأحزاب أن تصوف كل لون من اللون الآخر تحت ذريعة أنه ترى. هل تعتقد الآن بعد هذه التجربة إذا سمحت لي أن هذا الغذاء الطائفي الذي كانت تتغذى عليه الميليشيات والأحزاب الطائفية الآن يحتضر الآن ليس ثمة غذاء لهذه الأحزاب الآن؟ نعم نعم نعم، هو الآن يحتضر على المستوى الشعبي، أما تقول لي على مستوى النخب
لا على مستوى النخب لا يمكن أن يتخلصون من هذه، لأن الطائفية مزروعة في أجسادهم منذ أن رضعوا انتماءهم للتيارات الطائفية والأحزاب الدينية المرتبطة بإيران. وبدليل أنه المالكي عندما ذهب إلى أمريكا وسئل في مؤتمر أو لقاء صحفي كيف تقدم نفسك أو تعرف نفسك، قال أنا شيعي أولا. إذن هو قدم الهوية الطائفية على الهوية الوطنية وعلى الدين، فهذا دليل على أنه هؤلاء ينفذون المشروع الذي يؤمنون به واللي تغذيه واللي دعم إيران، ويعتقدون بوجود إيران وحماية إيران كمظلة قادرة على أن يحكمون على سدة الحكم تحت هذه المظلة. وذلك أنه أنا يعني باعتقاد ومؤمن جاز والله لو كان قادة الفتح الإسلامي يعرفون أنه ماذا ستفعل إيران، ماذا سيفعل الفرس بالعرب والمسلمين خلال 4 سنة من حقد وكراهية وقتل، والله لتركوا يعبدون النار. لأنه هؤلاء المرتبطين بالعمل السياسي سواء سعة السلطة أو سعة السلطة ولاءهم إلى إيران ليس ولاءهم للعراق، لديهم انتماء للعراق بدليل استهدفوا شعب العراق، وإيران استهدفت كيان العراق كوطن وشعب ودولة، تريد للعراق يبقى ضعيف، تريد للعراق يبقى في حالة فوضى حتى تبقى إيران تحكم هذه المنطقة وتتوسع تحت هذه اليافطة المقيتة اللي هي الطائفية والمذهب، وهم لا يمثلون لا مذهب ولا دين. فبالتالي الـ 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 يعني في تقدير رصيد العملية السياسية من الطائف أو لا يعتقدون أنه النخبة الموجودة بالعملية السياسية أنه استطاعوا أن ينجحون بالتركيبة الطائفية أن تكون هي الحالة الدائمية والأبدية مع إذا سمحت لي مع هذا الإفلاس في قضية الاستثمار في الطائفية السياسية وعدم وجود مردود كما كان لها، هل تتوقع أن القوى العملية السياسية ستبقى سائرة في هذا النهج وتستثمر بها على الرغم من المردود صفر؟ لا، هي عملية استثمارها الآن أصبحت معدومة، لأنه الشعب العراقي كشف أرض اللعبة. يعني الآن إذا كانت في بداية الاحتلال هناك من ظلل واستطاعوا أن يمررون هذه الشعارات الكاذبة تحت يافطة المظلومية وغيرها، الآن أصبح اللعب على الفكرة. الآن لن تنطلي هذه الحيلة على شعبنا ولن تنطلي حتى على الناس تثبت بالمجتمع. فبالتالي أنا أعتقد الآن العملية السياسية في هذا الجانب أفلتت من حيث هذا المشروع، لكن نعم تبقى متمسكة به لأنه لديها ميليشيات تحت مشروعها. يعني الآن في العراق أكثر من 20 ميليشيا، وهذه الميليشيات كلها طائفية. حتى الفتاوي التي خرجت من المرجعيات والتي تتحمل المسؤولية في الشحن الطائفي الحوزة والمرجعيات شجعت الحالة الطائفية وخلقت ميليشيات تحت يافطة الحشد الميليشياوي أو الحشد الشعبي هو حشد طائفي. ولذلك لكن على مستوى الفعل الحقيقي للعراق، لا نعتقد العراقيين كان الشعب العراقي محصن وتخترقه الطائفية على أساس على مستوى المجتمعي، لكن بقت الطائفية داخل النخب السياسية وربما تستمر لأنه ليس لديهم رصيد غير هذا، ليس لديهم رصيد شعبي، ليس لديهم رصيد سياسي إلا أن يمارسوا عملية الطائفية ويحكموا من خلال الطائفية بالأجنبي اللي هو إيران، لأنه إيران تريد أن تبقى هذه الحالة مستمرة إلى ما لا نهاية. شكرا للكاتب والباحث السياسي الأستاذ مازن التميمي، كان معنا من لندن عبر الهاتف. دكتور عبد الحميد العاني، يعني ما الذي حال فعلا دون أن تتحول الطائفية السياسية إلى طائفية مجتمعية على الرغم من كل هذا الشحن السياسي والإعلامي، من هذا الخطاب التكريهي، إثارة النزعات الطائفية، وحتى أيضا الثارات واستدعاء هذه الثارات في الحياة السياسية الآن؟ لماذا لم تتحول فعلا إلى طائفية مجتمعية؟ هل المجتمع يعني محصل إلى هذه الدرجة؟ نعم، بداية قبل أن أجيب على هذا، ربما لم يكن الصوت واضح للأستاذ مازن التميمي، لكن أظن سمعته يقول أنه على هؤلاء الذين انتماؤهم لإيران وغيره لو تركناهم يعبدون النار لكان أفضل. أظنه ولا يقصد حقيقة الأمر طبعا، لكنها من باب المبالغة. وبالتأكيد هنالك قسم كبير من الشعب أو الشعوب هذه التي دخلت إلى الإسلام هي لا توافق حتى على هذه الممارسات، وحتى ما موجود في إيران أو في غيرها هم أيضا متسلطون على شعوبهم. نرجع إلى هذا القضية، القضية لماذا، ما الذي حمل العراق؟ هنالك عدة عوامل. العامل الأول والأهم منها أن ليس كل أبناء الشعب العراقي
هو انخدع بهذا الخطاب، بل لدينا الحمد لله في العراقي قسم كبير من أبناء الشعب العراقي يحتفظ بالتاريخ الكبير من التعايش السلمي ويعرف الفرق بين هذا التعايش وبين نار الطائفية، فلم ينجر إلى هذه الأكاذيب وهذا الخطاب الطائفي المقيت. ثانيا، هنالك أيضا مقابل هذا الشحن، هنالك وإن كان بدرجة أقل، هنالك الرموز، هنالك نخب، هنالك قوى وطنية وشخصيات دينية وعشائرية وكفاءات داخل العراق وخارج العراق، وحتى الإعلام الحر الذي يمارس دورا جيدا لتوعية أبناء الشعب العراقي. كم جهة أخرى، وضوح فساد هذه النخبة السياسية وانكشاف أمرها كان له أيضا أثر كبير في توعية الشعب العراقي، فالشعب العراقي حتى الذي لديه استعداد ربما للانخداع كشف وعرف أن هؤلاء لا يمثلونه، فحتى من أبناء الطائفية. دكتور، عملية الشتم الطائفية السياسية والتحذير منها ومقتها ما عادت مقتصرة أيضا على المجتمع، حتى القوى العملية السياسية يعني تشتم الطائفية السياسية ربما أيضا بصحوة ضمير، ربما استدراك لهذا الخطأ الذي وقعوا فيه. لا، الشعب العراقي اليوم يدرك أن هذه الطبقة السياسية اليوم هي تمارس قضية مصلحية بعيدة عن المبادئ من باب البغاية تبرر الوسيلة، لذا واكذب حتى يصدقك الناس، كلامهم هو كلام صدق، الطبقة السياسية يعني كلام صدق لكنهم كاذبين في الغاية، فهي فقط من مجرد الخداع ومجرد تبرير بعض الأخطاء التي حصلت ومحاولة ربما التنصل من هذا الواقع الذي حصل، لأن الجميع يعرف أن هذا الذي وصلنا إليه اليوم من نتائج هي بسبب هذه الطائفة، فيحاول أن يتبرأ منها، وهذا بالمناسبة هو لا يعفيه من المسؤولية إلا إذا غير وصحح، لأنه مجرد الخطاب ومجرد الشتم لا، ماذا بيده الشعب ربما إذا شتم يكون ربما مبرر شتمته لأنه ليس بيده أو هكذا يقول، وإلا بيده كل شيء، لكن هذا السياسي الذي هو على سدة الحكم مسؤول ثم يشتم هذه العملية السياسية الطائفية عفوا ويمارسها، إذن هذه قضية خداع، والشعب العراقي يدرك أن هؤلاء خادعون كاذبون ولا يقصدون بهذه الشتيمة ولا بهذا الأمر هو تراجعا وتنصلا، لأننا نرى رغم هذا الكلام رغم هذه الشعارات التي يرفعونها هم لا يزالون يصرون على هذه الطائفية بخطابات أخرى في جانب آخر وبممارسات أيضا طائفية، فلماذا؟ لأنه ليس لهم وجود خارج هذه البيئة، لن يكون هنالك لهذه الأحزاب هذه الشخصيات الطائفية اليوم لن يكون لهم أي وجود في مجتمع أو في حياة سياسية سليمة، حياة سياسية وطنية، لو كان هنالك مشروع وطني كل هؤلاء سيكنسون إلى الخارج وهم يدركون ذلك، فلذا الشعب يدرك هذا وهم يدركون هذا الأمر. على ذكر الشعب والمجتمع دكتور، بعد 15 سنة وعملية الشحن وعملية التكريه وهذا الخطاب السياسي المبرمج واللي كان على مدار الساعة، هل تعتقد أن المجتمع أو لا زالت الفرصة مؤاتية أو ثمة فرصة لإبقاء المجتمع بعيدا عن الطائفية السياسية، بعيدا عن تأثيراتها وتحويلها إلى طائفية مجتمعية، ثمت تحصينات، ثمت خطوط صد يراهن عليها؟ أستاذ ماجد، دعني أولا يعني أتحدث بنقطتين بشكل سريع ربما يعني ستكون المدخل لهذا الموضوع. الطائفية السياسية عندما تسأل حضرتك هل تحولت إلى طائفية مجتمعية؟ نعم. أنا أقول ربما بواقعية شديدة، ربما كثير منا كان يعتقد لحد الانتخابات ما سمي بالانتخابات الأخيرة التي حصلت أن الطائفية السياسية قد تحولت بنسبة معينة إلى طائفية مجتمعية. أليس هذا صحيحا؟ صحيحا. نعم. أنا أقول أنه لحد هذه الانتخابات كنا نراه هكذا. نعم. بدليل أن أفراد من طائفة معينة كانوا ينتخبون الأحزاب الطائفية لأنها أحزاب تمثل طائفتهم. من طائفتهم. نعم. على نعم. 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 كما قالوا. فهذا هذه الحقيقة التي جرت. وطوال هذه السنوات واستغلوا هم كانوا يعرفون، لذلك هذه يعني لم تأتي اعتباطا، هذه لم تحصل بالطريقة العشوائية. نعم. هذه جرى العمل عليها طوال هذه السنوات، لكن وين فشل هذا العمل؟ العمل جرى على تجهيل الشعب، تجهيل فئات كبيرة.
وهذا جزء عندما نتحدث اليوم عن الأمية الآن تشمل 7 أو 8 ملايين إنسان عراقي، هذه لم تأتي اعتباطا، هذه مطلوبة، هذه الأمية مطلوبة بالمجتمع العراقي، تجهيل المجتمع، هذه إفقار المجتمع، تجهيل المجتمع، نعم كلها مطلوبة، عبارة عن روافد تصب في مغذية، هذه جزء من المخطط للوصول إلى بقاء هذه الطائفة وبقاء هذه المجاميع تدعم هذا، لأنه بالفقر وصلنا إلى حالة أنه هذه الأحزاب الطائفية ترشي الناس بالبطانية والمدفأة والبنكة وصحيفة الزيت حتى يأتي الانتخابها، لكن كل هذا كنا نعتقده قد ترسخ، لكن جاءت الانتخابات ما سمي بالانتخابات الأخيرة عندما لم يشارك بها أكثر من 80% من الشعب العراقي من المرشحين يعني من المؤهلين للمشاركة بالانتخابات اللي كانوا يعدونهم 24 مليون عندما لم يشارك 20 مليون من العراقيين، أكثر من 80% لم يشاركوا بهذه الانتخابات، من شارك هي القوى السياسية نفسها الطائفية ومن يعملون في إطارها من قوى أمنية وقوى حكومية وإدارية هم الذين ذهبوا للانتخابات. إذن الشعب بأميته بمتعلميه بكل يعني انتبه إلى هذه الفكرة وقاطعها مقاطعة، وكان قرار، وطوال تلك الحلقات التي تحدثنا عنها كان دكتور عبد الحميد أخي الدكتور عبد الحميد يؤكد أن هذا قرار عقلي، قرار واعي وليس اعتباطا، لم يأتي وهو هذا الواقع، فهو قرار. إذن الطائفية السياسية سقطت هنا، الآن المحاولات لإعادة هذه الطائفية. النقطة الثانية، عندما يشير الأستاذ مازن قبل قليل ضيفك من لندن يقول أنه يتحدث عن مجلس الحكومة، يقول أنه مقعد الحزب الشيوعي كان ضمن مقاعد الشيعة، نعم بعد أكثر من 15 سنة في هذه الانتخابات الحزب الشيوعي يحصل مقعده في قائمة سائرون قائمة تدعي أنها دينية طائفية، وهذا نعم وهذا واقعها، نعم حزب ليس له علاقة بالدين، له منطلقات ضد الدين، يعني وهذه حقيقة. نعم فكيف يمكن أن يحصل على ويدخل لولا هذه الطائفية السياسية؟ هم يريدون إحيائها، أمريكا مستقتلة لإحياء هذه الطائفة، إيران تستقتل لإحياء هذه الطائفة السياسية، هل لها نصيب في أن تبقى هذه الطائفة السياسية قادرة على التعبير عن نفسها وسيبقون مستقتلين؟ هم يستقتلون عليها، لكن الشعب بالنتيجة التي حققها بهذه الانتخابات هو قد يعني قد نزع هذه القضية، لم تعد، وجدها يعني ضد مصالحه، ضد حياته، ضد كل تطلعاته، لا يعطي آذانه لها طبعا، يصغي يعني بالتأكيد ما عادت البطانية والما أعرف شنو اللي يعطوها هذه قادرة أن تخدعه، ما عادت هذه الأفكار اللي يلقيها واحد أمي عليهم لكي يقنعهم بالذهاب أنه زوجتك مطلقة من عندك إذا ما انتخبت القائمة الفلانية، هذه كل جزء. ومثل ما قال أخي الدكتور عبد الحميد، هؤلاء ليسوا فقط أحزاب سياسية، هؤلاء قوى تدعمهم دينية وفتاوى وقوى إدارية وعسكرية وميليشياوية ودولية وإقليمية تدعمهم للوصول إلى هذه الفكرة، فبالتالي هذه كلها منظومة واحدة لكي تبقى الطائفة السياسية هي المسيطرة، لأنه لولا هذه الطائفة السياسية لعاد أهل العراق إلى فكرة الوحدة الوطنية، فكرة الإطار الوطني، المشروع الوطني اللي يخلصهم من هذه القضية، لذلك هم مستقتلين بهذه القضية، والشعب سيصل إلى مرحلة سيوقف هذه ويسقطها. أشكرك شكرا جزيلا. إذا المشاهد الكرام نصل إلى أختام هذه الحلقة التي بحثت في الطائفية السياسية في العراق، نشكر ضيوفنا هنا الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وكان معنا من لندن عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مازن التميمي. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنستمع منه إلى خلاصة النقاش في هذه الحلقة. We'll be right back.
إذن دكتور، قوى العملية السياسية ستبقى متمسكة بالطائفية السياسية حتى وإن كسد سوقها، حتى وإن كانت مردوداتها السياسية صفر، لا حيز آخر ولا مجال آخر للاستثمار فيه إلا الطائفية السياسية، وبالتالي الشقة تبتعد وتتسع بين المجتمع وبين هذه القوى السياسية، وهذه نقطة إيجابية طبعا. نعم، هذه المفاهيم الشاذة أستاذ ماجد تبقى، يعني تجد فرصة للحياة والنمو والبقاء حية في أرض الواقع إذا ما وجدت بيئة شاذة. نعم. الآن البيئة في العراق بيئة شاذة، بيئة غير طبيعية، لذلك هذه المفاهيم الطائفية السياسية والمحاصصات، هذه المفاهيم الشاذة على المجتمع العراقي وعلى أي مجتمع يريد أن يبني نفسه ولا تاريخ ولا حضارة وإلى وحدة بشعبه لا يمكن أن يقبلها. لكن هذا الشذوذ سيذهب وستسقط هذه المفاهيم مع ذهاب هذا الإطار الشاذ الذي يرعاها أو هذه البيئة الشاذة التي يعني تعطيها الحياة وتعطيها أنتجتها هذه هي هذه الحقيقة. هم يراهنون على بقائها لكن مقومات بقائها غير متوفرة. نعم. كلما مر الزمن يسقط جزء كبير من هذه المقومات التي هم اعتقدوا أن ترتيباتهم ستبقيها وتضمحل وتتآكل بالتأكيد. فبالتالي هذه مفاهيم شاذة غير مقبولة. الشعب العراقي وعى جدا، الآن وعي بعد 16 سنة، يعي أن هذه المفاهيم لن تخدمه، لن تقدم له شيئا، بالعكس ستقدم له سما، ستقدم له غدا مظلما. وتجربة 15 سنة. نعم. شاهدة. شاهدة. شكرا جزيلا لك في الأسبوع القادم. الله.